متفق معاك جدا، وهاخد من كلامك الشق اللي انت تحدثت فيه ان مصر بتتغير على مثلا ملف الرياضه وعلى ملف السياحه وعلى ملفات اخرى كتيره جدا. ويمكن ده اللي بيخلينا لو رحنا بقى تاني لاولمبياد طوكيو والخاصه بوصول كمان البعثه النهارده هتوصل القاهره باذن الله، ويعني برئاسه المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، المهندس شريف العريان امين عام اللجنه الاولمبيه، والمهندس ياسر ادريس عضو مجلس اداره اللجنه. وهيتواجد مفروض كمان على نفس الرحله جيانا فاروق وعلي الصاوي، وهنكون اكيد متابعين مع حضراتكم التفاصيل يعني اول باول. المفروض ان هم هيوصلوا على وصول خلاص، واحنا دلوقتي بنكلم حضراتكم هم على وصول يعني بالسلامه للقاهره. وده شيء برضو هياخدنا للكلام ونربطه ببعض. دوله دلوقتي بتتغير تماما، وانت دلوقتي بتصعد بسرعه لم تكن مسبوقه. يعني يمكن لو هنتكلم عن التطور اللي مصر حاصل بقى، لو رجعت للتاريخ ما اعتقدش تاريخيا مصر كان فيها تطور وانجازات كده الا ايام محمد علي. يعني تعال بقى قارن العصر اللي احنا فيه وبعصر محمد علي والطفره اللي هو عملها في مصر، اعتقد ما شفناهاش بهذا الشكل غير دلوقتي. فبجد شيء محترم. ولو اتكلمنا تاني عن الرياضه، احنا دلوقتي حصلنا على 6 ميداليات، جميل جدا، ولكن الحديث اللي اتكلم عنه يا كريم سياده الرئيس وفكره الطموح وفكره الاراده وفكره ان انا عايز الاحسن، انا عايز هذا الملف يكون يعني واخد كل الاهتمام والدعم من قبل الدوله من اصغر واحد لاكبر واحد، انا عايز اللعيبه والابطال بتوعي يروحوا مش ناقصهم اي حاجه، ده كان الكلام بالاضافه للدعم المعنوي. فانت بتتكلم دلوقتي في منظومه، اعتقد ده هياخدنا بقى ليه بعد كده فرنسا 2024، ان احنا عايزين نشوف مش 6 ميداليات، احنا عايزين 2024 وغيره وغيره وغيره. ليه؟ لان الطموحات اللي موجوده دلوقتي من الجمهور اكيد لازم ان هي تكون يعني بتتساوى مع التطور اللي حاصل في البلد. فطموح يعني اعتقد ان هو مشروع جدا. خلاص، عارف فكر زمان بقى تمثيل مشرف، تمثيل كويس، اديته اداء حلو، ولكن انا دلوقتي في ليفل تاني كدوله، انا في ليفل تاني خالص، ولسه باذن الله يا رب. فده اللي احنا عايزين نشوفه على ارض الواقع في كمان البطولات اللي جايه. دي جمله تمثيل مشرف خدت من المصريين، خدت قرون بقى، خدت رئات مننا عبر اجيال وخلال مشاركاتنا في كتير قوي من المحافل الرياضيه العالميه، وبنبقى راجع يعني في اغلبها كنا راجعين يعني معناش الكم المتوقع واللي كنا عشمانين فيه من البطولات او من الانجازات، ولكن الوضع ابتدى يتغير. هنعتبر كده بشكل مجازي وكان اولمبياد طوكيو 2020 كانت بروفا حتى للشباب نفسهم على فكره. الاهواند هم جربوا بنفسهم وخاضوا التجربه وشافوا ان هم قادرين على تحقيق انجازات. على فكره في كتير من الاحيان هتلاقي عندنا ابطال في رياضات مختلفه ما خدوش ميداليات، ولكن مثلا كانوا ترتيبهم الرابع او الخامس، ما خدوش ميداليات اي نعم، بس شافوا بنفسهم ان العمليه قريبه، ان هم قادرين على لاحقا التتويج. طبعا هم ما يقلوش هو ايه اللي يقل او ايه اللي يفرق برضه؟ احنا ليه دايما مش دايما في بعض الاحيان عندنا ثقافه كده قلل من نفسك؟ طب وانا اقلل من نفسي ليه؟ وانا ايه اللي ينقصني؟ يعني انا دلوقتي شخص عندي زي ما بيتقال البوتنشال، وعندي الاراده وعندي العزيمه وعندي وعندي وعندي، طب وانا ايه اللي ينقصني؟ يعني لو انا اخذت بقى الدعم والاهتمام اللي هو اي بطل تاني في اي دوله في العالم واخده، انا اعتقد ان احنا هنكون افضل بكتير. فاعتقد وباذن الله ونامل اولمبياد فرنسا 24 هتبقى حاجه ثانيه خالص، ويا رب نعرف نحضرها كمان يعني هناك باذن الله. ان شاء الله. عموما النهارده هيكون لينا مع حضراتكم كلام كتير جدا عن الانجازات اللي اتحققت في اولمبياد طوكيو، وهنركز الى حد ما على انجازات منتخب الكاراتيه اللي الحقيقه دخل التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب في صفحات الدورات الاولمبيه بعد التتويج بميداليتين اولمبياتين، الاولى طبعا ذهبيه عن طريق فريال اشرف، والثانيه برونزيه عن طريق جيانا فاروق بنت النادي الاهلي. احتلت مصر كده المركز الثالث في الترتيب العالمي للكاراتيه بعد التتويج بالميداليتين دول. وطبعا في الخماسي الحديث دخل احمد الجندي بطل الخماسي التاريخ بعد التتويج بالميداليه الفضيه الاولى للبعثه المصريه والاولى في تاريخ اللعبه الاولمبي. طبعا كل ده اضافه الى هدايه ملاك وسيف عيسى في رياضه التايكوندو ومحمد ابراهيم كيشو في المصارعه الرومانيه، واللي حصدوا جميعا ميداليات برونزيه. حلو جدا جدا جدا. خلينا بقى نقفل الملف ده.